حسونة بقى البلد والمسؤولين مش عارفين ينشطوا السياحة، واحنا اللي هنكتب موضوع نقول فيه ازاي نرجع السياحة جوية تاني. هو احنا نفهم ايه في الموضوع ده؟ احنا عندنا اثار كتيرة جدا ومهمة ومناظر طبيعية خلابة وجبال وصحراء وبحر ونيل، كل حاجة ممكن تعجب السياح، ومع كده محدش بيجي ليه بقى؟ ما هو ده اللي الأستاذ عاوزنا نعرفه. اني عن نفسي مش هكتب حاجة، او يعني بمعنى اخر هستنى اي حد فيكو يكتب موضوع وانجله منه. بس ده كده غش بقى كده. ماشي ماشي يا فارس، ابقى شوف مين اللي هيديلك التاب تلعب بيه بعد كده. وهو انت بتخلينا العب خالص؟ انا عرفت مين ممكن يساعدني ويقول لي معلومات تفيدني في الموضوع ده. طب قول لي عليه وانا اجي معاك. هاي خلي زيدون. هوي يا بكار، عامل ايه في المدرسة؟ الحمد لله، ماني جاي لك عشان كده. والله يا بكار الحالة واقف خالص، والميكروباص الجديد اللي اشتريته علشان اشغله في السواحة عمال اصرف عليه دم قلبي ومفيش دخل خالص، ومش هنقدر نديك يعني المصاريف والبوكيت موني والهجات دي. لا يا خالي، انا قصدي اقول اننا بنكتب موضوع عن تنشيط السياحة، وكنت عايز اعرف رأيك في الموضوع ده. أبا يا سلام، بس كده داني يا بكار أحسن واحد يقول رأيه في أي حاجة وخصوصا المودودي. طب قل لنا بقى إزاي ننشط السياحة؟ تنشط السياحة بالألعاب النارية. أنا عايز كل الناس تصدق إنكم سياح فعلا. ها؟ عايزكم تتكلموا إنجليزي. أنا معرفش إلا ياباني. أنت هتهزر يا بني آدم أنت ولا إيه؟ يا باشا انجليزي ايه بس؟ ده احنا ما بنعرفش نقرا ونكتب. لو عايزين تقبضوا يبقى تتكلموا انجليزي. ماشي، هنطجن اي تطجين. You are I am 12 years old. Give me money. حلو قوي. الموضوع مش محتاج اكتر من صورة ليا معاكم انا والسيد رئيس الحي، وننزل الخبر في كل الجرايد تحت عنوان عودة السياحة. لكن اصحاب البزارات عارفيننا. ده احنا علينا ليهم فلوس. مش مشكلة مش مشكلة، المهم بس انكم تبانوا في الصور سياح. ها، وخدوا كل واحد هيصرف له $5 في البازارات. يلا ان شاء الله ما حد حاوش. والفلوس دي يا باشا كده يعني هتروح عليكم؟ لا، احنا هنبقى نزود اي رسوم على اصحاب البازارات على اول الشهر، نلم بيها الفلوس اللي هندفعها لكم النهاردة وبزيادة كمان.